تحت حماية قوات الاحتلال اقتحمت مجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 13 مطلوبا في أنحاء الضفة الغربية خلال الليلة الماضية. وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح أمس في الذكرى 55 لنكسة عام 67 التي احتلت خلالها إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية. في لبنان، وجهت السلطات دعوة إلى الوسيط الأمريكي أموس هوكستين للحضور إلى بيروت لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل غداة وصول سفينة إنتاج وتخزين تستعد لاستخراج الغاز من حقل الكريش الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها. واعتبر مسؤولون لبنانيون أن أي نشاط إسرائيلي في المناطق البحرية المتنازع عليها يشكل عملاً عدائياً واعتداءً على ثروة لبنان الطبيعية. يصوت حزب المحافظين البريطاني اليوم الاثنين على سحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون بعدما أطلق 54 نائبا من حزبه الخطوة في أعقاب سلسلة فضائح، بينما اعتبر ناطق باسمه أن التصويت سيمثل فرصة لطي الصفحة. ويأتي هذا الإجراء بعدما طلب عدد كاف من المشرعين إجراء التصويت على خلفية انتقادات واسعة تعرض لها جونسون بسبب إقامة حفلات وتجمعات في مقر الحكومة رغم قواعد الإغلاق التي كانت مفروضة في حينه لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إغلاق المجال الجوي أمام طائرته بالخطوة غير المسبوقة، داعيا نظيره الصربي لزيارة موسكو في أقرب وقت. لافروف رأى أن وضع الدول الغربية بات سيئا في حال اعتبرت زيارته لصربيا تهديدا على مستوى عالمي، مؤكدا أن تلك الدول باتت تعاني من مشاكل داخلية. لمزيد من الأخبار تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بجسور. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.